أيضا من قيم المؤسسة أنت لست وحدك، المؤسسة مش وحدها، المؤسسة في فريق عمل، فريق متكامل يعمل مع بعض، في مؤسسات ثانية موجودة. ليش أنا أجي أنافس المؤسسة الثانية؟ أو في عندي مبادرة في المجتمع، ليش أنافسها؟ ليش أجي أشوف شركة قاعدة تشتغل أروح أخرب عليها وأقول لا والله أنا عندي ميزانية مفتوحة؟ كن جزء من هذه المنظومة، استفيد منهم، ادعمهم، هم جزء من المجتمع، حرك عجلة التنمية. إذا عندك موازنة وعندك بجت حاطة لمشروع معين، اشتغلوا مع بعض، يد الله مع الجماعة. لم نستطع أن نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم إلا بالعمل الجماعي. تعبنا مع مجموعات كثير، مع ناس نحبهم أو ما نحبهم، ناس نستريح معاهم وناس نتعب معاهم، ما في مشكلة. أنت مش مجبر أنك أنت تقعد بنفسك، ولكن هذه القيمة قيمة أساسية عمل بها منهم قبلك، فكن أنت أيضا من الناس الذين يعملون عليها.